أكد الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية أن اعتزاز جلالة الملك المفدى وتثمين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العزم والعمل بروح الفريق الواحد في خدمة مملكة البحرين. وأشار رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة. جاء ذلك لدى قيام الشيخ هشام بن عبد العزيز بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبي المستشفيات الحكومية، إنفاذا للأمر الملكي السامي، وفي إطار توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوى الدفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة. وقد هنأ رئيس مجلس الأمناء مستحقي الوسام معربا عن شكره وتقديره وتمنياته بدوام النجاح لجميع منتسبي المستشفيات الحكومية، وذلك لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم مملكة البحرين عاليا في القطاع الصحي. من جانبهم أعرب منتسبو المستشفيات الحكومية الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين بأن الوسام يعد حافزا لمواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة مملكة البحرين. لا شك أن اليوم يوم مميز، يوم تكريم كوادر المجمع السلماني الطبي بوسام الأمير سلمان للاستحقاق الطبي. هذا الوسام الذي يعد مفخرة لنا جميعا في مجمع السلماني الطبي. لا شك أن هناك جهود، ولا شك بأن هناك تضحيات كثيرة من قبل كوادر السلمانية الوطنية في مجابهة الجائحة، وأن هذا التكريم يأتي كبلسم لجميع العاملين بتقدير مملكة البحرين لجهودهم متمثلة في هذا الوسام. فنرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على هذا التكريم.